الحقيقة زي ما بعظمة لسانه بنمسك حاجات سلبية، كمان في حاجات إيجابية تستحق إن احنا نقف عندها. كان من ضمنها كابتن أحمد حسام ميدو لما اتكلم عن فوز الأهلي على المريخ السوداني وعن بداية ولتر بواليا مهاجم الأهلي. نشوف ميدو. الأهلي بيفوز على المريخ السوداني 3-0 في بداية أو انطلاقة مشوار الحفاظ على اللقب. في فوز ممكن يكون للبعض يظهر إن هو سهل، ولكن هو فوز مهم جدا. دايما البدايات بتبقى مهمه. النهارده الحقيقه المريخ السوداني ظهر بمستوى يعني اقل من المتوسط. انا عن نفسي كنت متخيل ان ممكن المريخ يظهر بمستوى افضل، ولكن وضح الفوارق الكبيره جدا، الفوارق الفنيه والبدنيه والتكتيكيه وكل حاجه ما بين كل الفوارق دي ما بين الاهلي وما بين المريخ. المريخ السوداني طبعا المريخ احد الانديه العريقه ويعني احد انديه القمه في السودان، لكن الاهلي النهارده ظهر بمستوى مختلف. يمكن الشوط الاول كان فيه يعني اهدار العديد من الفرص، كان فيه يعني بطء شويه في رتم اللعب بالنسبه للاهلي، ولكن الشوط الثاني بمجرد الهدف الاول المباراه اصبحت مختلفه. يمكن اهم في رايي اهم نقطتين في فوز النهارده، اول حاجه احراز بواليا هدفه الاول مع الاهلي. وانا زي ما كنت قلت لكم قبل كده ان بواليا كان محتاج الهدف ده، محتاج الهدف الاول. وانا في رايي يعني ان بواليا هيكون ليه شان مع الاهلي. في رايي ان بواليا لعيب كويس، راس حربه كويس، وفي رايي ان هو من كمستوى فني افضل راس حربه اجنبي ممكن جه الاهلي من فتره. شوف، قلت لك قبل كده ان ميدو بعيدا عن ثنائيه الاهلي والزمالك بيعجبني كلامه، يعني بيلتزم بالموضوعيه تمام. نتفق نختلف بقى على سرده الفني، ها، لكن بيبقى مستند الى شيء وهو بيتكلم. لكن هتوقف على رؤيته لبواليا كهو كمهاجم، بيحكم على مهاجم هنا، قال لك هيبقى واحد من اهم المهاجمين اللي دخلوا النادي الاهلي.